مدينة الرأس 15/8/2013 براعم الإيمان. كما نرى هنا صف موجود في أحد البيوت. السلام عليكم، يعطيكم العافية. شايفون هون البيت، شو عم تدرسون بالبيت هذا؟ القرآن والعربي. طب المواد اللي عم تدرسوها هاي بتكفيكم للدراسة؟ لا لا. طب أنت كطالبة هون عم تدرسي، حابة تدرس المواد الباقية بالرياضيات والفيزياء والكيمياء؟ شو راح عليك سنوات الدراسة أنت؟ راح علي 3 سنوات. طب ليش ما تروح على المدرسة أنت مثلا؟ ضربها بالشعر الأسود وهدمها. حابة ترجع المدرسة؟ إي. طب المواد الثانية ايش مثل ما تتعلموها؟ يا إنه ما في أساس، في خطر على حياتهم. عدد الأساتذة قليل بمدينة الرستان؟ ها؟ عدد الأساتذة أو الأنساب قليل بمدينة الرستان؟ إيه قليل كثير، كله بصواب ومواد، كله من الشارع. طيب بالنسبة لمدينة الرستان هون بشكل عام، مدارس كلها كل واحد ممكن بمدرسة معينة. إيه؟ أنت حبيت مثلا ترجع على مدرستك وتشوف فيها، شفتي شلون مدمرة؟ لا. ما شفتي شلون مدمرة؟ أنا شفتها. شو تدمر فيها؟ البحر ضربوها بالطيارة، وصفوف ما ضرب. حابين تكملوا الدراسة بمدارسكم؟ حابة تكمل الدراسة بمدرستك؟ شو المواد حابة تكمليها بمدرستك؟ مثلا لو انت عم تدرسي هون تحفيظ القرآن تحفظوها، زائد انه مادة العربي. كل مواد حابة ادرسها. طيب انتوا كأطفال حابين توجهوا رسالة لأطفال العالم؟ انه يا ترى معقول انه نكون نحن بالوضع هذا بسوريا هيك وكل اطفال العالم عم يدرسوا عم يروحوا على مدارسهم حتى عم يلعبوا بالشوارع؟ ما تمنيت ولا لحظه انه تلعب بالشارع او تاخذي مجال اللعب بالعابك مع اصدقائك بالشارع رفقاتك؟ شو الرساله توجهها لاطفال العالم؟ اتمنى انه ترجع المدارس وترجع العالم لبيوتهم. ترجع العالم. حابه تحكي شيء؟ هذا حال أطفال مدينة الرستان، ريف حمص الشمالي، مدينة الرستان، أحد البيوت التي يتم تدريس فيها تحفيظ القرآن واللغة.